Слова Всевышний говорит, что никто и ничто не сможет навредить нам, кроме как по воле Аллаха. То есть воля Аллаха абсолютно на все. Вот, например, мы пьем лекарства, бывает, что одна и та же болезнь, пьем одно и то же лекарство, но вчера помогло, сегодня не помогает. Вот если будет на то воля Аллаха, это лекарство нам поможет, о чем есть аят Корана. Если не будет воля Аллаха, оно нам будет без пользы. Вот сколько людей, бывает, хотят навредить себе, покончить жизнь самоубийством, так ведь? Слышали такие истории, когда, например, не получается у них. То веревка порвется, то крюк сломается, то еще что-нибудь. Вот он хочет, вот он. Потому что у Всевышнего Аллаха есть имя Аль-Джаббар. Вот как раз мы перешли к именам. Имя Аль-Джаббар, единовластный. То есть, если он решил, что этот человек должен прожить 90 лет, он с 9 этажа упадет, он встанет, он там тонуть будет, он не утонет. То есть, воля Аллаха именно сохранить жизнь этого человека и ничего не сможет сделать. Но если Аллах решил, что этот человек должен умереть, он идет на ровном месте, упадет, споткнется, стукнется об что-нибудь там, и вот. Мы эти тоже истории, такие ситуации мы видели, когда небольшое падение приводит к смерти. Или уже наоборот, с 5, 6, 7 этажа упал и как невредимый. Это все воля Аллаха есть. Вот так же и животные, они все подчинены Всевышнему. И они не могут ни навредить нам, ни помочь, если не будет на то воля Аллаха. Алейкум ассалям. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع من طيب الإحسان ففضلنا على سائر خلقه بطعم العلم والبيان والصلاة والسلام لرسوله المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور معالم إيمان وشموس علم إرفان سيما على صديق الفاروق وذي النورين فالمرتدى عليه من رضوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لكم في القرآن العظيم. الحمد لله تعالى وجد به الدمير وجل أن يبلغه البيان والتفسير ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع بصير والصلاة والسلام على خير خلقه محمد على خير خلقه محمد وآله كما أخبر العليم الخبير كمات شامل كمات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جمعة نمازن إكرار كعات فرض Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtel mustakîm. Sirâtellezîne en'amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر دورت ركعات سنة
على رسولنا صلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه إلا بإذنه يعلم ما بينهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا. اللهم تقبل منا هذه صلاة الجمعة فرض مع سنة مع جميع صلاتها. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله شملكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله وعليكم السلام.